السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم لمة العيلة والشروحات. جات لي مشكلة من قناة شهيوات ميجا، أرجو إن أنا أكون نطقت الاسم صح. هي عندها مشكلة إن هي كان عدد الساعات شغال معاها كويس، وبعد كده خلصت ال 4000 ساعة وقدمت قناتها للمراجعة، وبعدين عملت حساب الأدسنس وخلصت، وبعد كده فوجئت إن قناتها مرفوضة وجاي لها رسالة: لست مؤهلا لتحقيق الربح. يا ترى إيه السبب؟ طبعا رسالة لست مؤهلا لتحقيق الربح بترجع لعدة أسباب، لكن النهاردة أنا هدخل معاكم القناة ونحاول نحل المشكلة مع بعض، وتعرفوا اللي هي الأسباب اللي بتؤدي إن القناة تترفض في المراجعة ويقول لك لست مؤهل لتحقيق الربح. لكن النهاردة إحنا هنركز على حاجة واحدة، وهوريكم إزاي تفحص قناتك بنفسك علشان تشوف هي مؤهلة ولا لأ، ولو جات لك الرسالة دي تعرف تتعامل معاها. اول حاجه زي ما احنا شايفين بتتجهوا للوحه البيانات. لوحه البيانات زي ما انتم عارفينها طبعا بتظهر معاكم بالشكل ده، بيكون في الجزء العلوي هنا بتظهر لك لو عندك انذار، عندك اي رساله جالك من اليوتيوب هتظهر لك في الجزء هنا جنب احصائيات القناه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا القناه ما فيش اي حاجه، اي رساله جايه لها، يبقى كده خلاص دي نمره واحد. الحاجه الثانيه هندخل خلاص، هنا خلصنا اول حاجه اللي هي لوحه البيانات، بعد كده هنتوجه الى الفيديوهات. لما بنتوجه للفيديوهات هتظهر معايا الفيديوهات بالشكل ده. ابتدوا انتوا، هي مثلا عندها 29 او عندها 50 فيديو، انت تنزل تحت خالص وتتجه هنا عدد الصفوف في كل صفحه، وهنحولها نخليها 50 علشان نشوف الفيديوهات تظهر بشكل كلي وان احنا نجيب الفيديوهات بتاعتنا كلها. هنبتدي نطلع عند اول فيديو. اول فيديو زي ما احنا شايفين كده علني وما من قيود مفروضة، دي تهمني جدا، ما من قيود مفروضة، مفيش أي إنذار، مفيش مخالفات للمنتدى، مفيش مخالفات لحقوق الطبع والنشر. يبقى أول حاجة عرفناها إن إحنا بنشوف رسائل من اليوتيوب، تاني حاجة بنبتدي نتجه نشوف هل في قيود ولا لأ. هنا مفيش وهنا مفيش وهنا مفيش، وابتدوا راجعوا فيديوهاتكم واحد واحد زي ما إحنا شايفين كده. وإذا كان الموضوع صعب عليك أو إن عندك فيديوهات عددها كتير ومش قادر تروح لخانة القيود دي، ممكن ان انت تروح عند كلمة الفلتر دي وتضغط على الشكل الهرمي زي ما انتوا شايفين. الشكل الهرمي ده بنبتدي ان احنا نعمل فلترة للفيديوهات عندنا في القناة، بنضغط على علامة الفلتر وبنختار ان احنا عاوزين العنوان والمشاهدات والوصف او محتوى مخصص للاطفال او مستوى العرض، فبنروح عند مطالبات بحقوق الطبع والنشر علشان لو احنا عندنا فيديوهات كتير ما نفضلش ندور منهم او نبحث بين الفيديوهات للموضوع ده، وبنقول مطالبات بحقوق الطبع والنشر. زي ما احنا شايفين الرسالة بتيجي ان ما من فيديوهات مطابقة يرجى اعادة المحاولة، يعني ما فيش عندك فيديوهات عليها حقوق طبع ونشر. خلاص يبقى دي تاني حاجة كده عرفناها، ان احنا ما عندناش مطالبات بحقوق الطبع والنشر. طيب نعمل فلتر جديد اللي هو نضغط على الفلتر ونشوف المحتوى المخصص للاطفال. هل الفيديوهات وفقا عندي كده في عندي حاجة مخصصة او غير مخصصة للاطفال؟ نشوف مخصص للاطفال وفقا لتصديقك انت ونقول تطبيق، يعني هل انت في عندك فيديو خصصته للاطفال؟ فبيقول لك مفيش. طيب اوكي، طيب ندخل على فلتر تاني، نلغي الفلتر ده ونغير الفلاتر تاني، وندخل عند محتوى مخصص للاطفال ونبتدي ان هو انت عملت له ضبط على انه مخصص للاطفال، او اليوتيوب هو اللي عمله كده، او عندك فيديو غير مخصص للاطفال، او اعداد غير مختار. طيب نشوف مين اللي غير مخصص للاطفال اللي احنا عملناه، نشوف قناتنا كده، فبقول لك هو واحد بس، واحد بس في القناه دي اللي بيقول ان هو غير مخصص للاطفال، معناها ان بقيه الفيديوهات مخصصه للاطفال. لكن احنا لما عملنا، لو تركزوا معايا، احنا لما عملنا الفلتر هنا وخليناه مين فيهم مخصص للاطفال طلع ان مفيش، يبقى كده في عندي هنا مشكله، كده القناة فيها مشكلة. تعالوا بقى نشوف هنتعامل ازاي، لان كده بقى المحتوى مش عارفين مخصص الاطفال ولا لا. هتبتدوا تروحوا عند، نصغر الشاشة شوية، هنتوجه مع بعض عند اعدادات القناة اللي هي علامة الترس. علامة الترس دي بتكون موجودة، اللي احنا لو شفنا لوحة البيانات والفيديوهات وقوائم التشغيل بنلاقيها تحت خالص اللي هي الاعدادات. ندخل على الاعدادات. في الاعدادات العامه بعد كده هنتوجه الى القناه. لما بنتوجه للقناه بنبتدي نروح على الاعدادات المتقدمه. الاعدادات المتقدمه شايفين هنا كاتبه ايه، هو بيقول لها هل انت محتوى قناتك مخصص للاطفال؟ فهي هنا بتقول نعم
اريد تصنيف هذه القناه على انها مخصصه للاطفال، فانا احمل دائما محتوى مخصص لهم. يعني هنا لو ضغطنا هنا ان انت بتقول ان انت قناتك كلها مخصصه للاطفال، وخلي بالك ان احنا قلنا القناه المخصصه للاطفال الاعلانات اللي فيها مخصصه، يعني مش هيجيبوا اعلانات اللي هي للكبار او الاعلانات الحساسه اللي شرحناها في اليوتيوب هوست قبل كده، وفي نفس الوقت هيوقفوا الاشعارات والتعليقات، يعني مش هيكون في حد يشترك عندك في القناه مش هيقدر يفعل الجرس. تاني حاجه، لو انت نزلت فيديو جديد محدش هيجيلك عن طريق الاشعار ومفيش تعليقات، وزي ما قلنا قبل كده في حلقات المحتوى المخصص للاطفال بتكون ايه قصته وهنحكيها تاني. طيب ده لو اخترنا الاختيار الاول. الاختيار التاني بنقول لا، يعني لا اريد تصنيف هذه القناه على انها غير مخصصه للاطفال، فانا لا احمل مطلقا اي محتوى مخصص لهم. هي دلوقتي قناتها طهي وفلوجات وما بتحملش لا لعب اطفال ولا اي محتوى موجه للاطفال، يبقى هي المفروض ان هي تقول لا، لا اريد تصنيف هذه القناه على انها، يعني هي ايه لما بنقول لا يعني بنقول ان قناتي دي للكبار ملهاش دعوه بالصغيرين ملهاش دعوه بالاطفال. الاخيره اريد مراجعه هذا الاعداد لكل فيديو على حده. دي يا جماعه لو انتم متعودين تنزلوا بقى ايه فيديوهات فيها ميكس، يوم طبيخ ويوم بنلعب مع الاولاد او يوم بتوجهوا فيلم تعليمي للاطفال، فبنخليها الاختيار الثالث اللي هي اريد مراجعه هذا الاعداد لكل فيديو. لكن حاله قناه الست ميجا ان قناتها ما فيهاش فيديوهات اطفال نهائي، فانا بقول له لا اريد تصنيف على هذه القناه على انها غير مخصصه للاطفال، وبعد كده بنضغط حفظ. خلاص احنا كده ضغطنا حفظ. نروح بقى نشوف الفيديوهات، نخش على الفلتر تاني، نرجع للفلتر ونختار محتوى مخصص للاطفال. هنشوف هنا مين اللي غير مخصص للاطفال واقول له تطبيق. احنا كان عندنا الاول فيديو واحد، حاليا لو نلاحظ ان كل الفيديوهات بدات تظهر ان هي غير مخصصه للاطفال، كل الفيديوهات بدات تظهر غير مخصصه للاطفال. طيب كده خلاص احنا حلينا مشكله القناه. لو رحنا تاني على تحقيق الربح هنلاقي الصورة لسه موجودة، لست مؤهلا لتحقيق الربح. ليه؟ لأن السبب إن المراجعة في الوقت ده بتستغرق شهر. طبعا ده اللي هتعرفوه من أول تعليق موجود تحت الفيديو من صاحبة القناة، بعد إن شاء الله ما يكون قناتها اتقبلت واتفعلت. أشوفكم على خير، ما تنسوش الاشتراك والإعجاب، وأتمنى إن حلقة النهاردة تكون خفيفة وأفادتكم. السلام عليكم.